يا صباح الخير عن جديد. وصلنا للفقرة الطبية واللي رح نحكي فيها عن الأسنان المنطمرة، واللي هي الحالة اللي بتكون فيها الأسنان ما قدرت تشق اللثة وتطلع لخارج اللثة، وهالموضوع بيصير بسبب أمر فيزيولوجي هيكلي، يمكن صغر حجم الفك أو حتى نقص بطول السن أو حتى نقص بالتغذية يمكن اللي عم يمر فيها الطفل أو حتى الإنسان أثناء ظهور الأسنان. هالحالة الميكانيكية بتتوجب تدخل يمكن جراحي أو إسعافي أو تدخل من الطبيب المشرف لحتى يعالج هالموضوع. نحن اليوم رح نحكي عن المشاكل الناتجة عن عدم إزالة هذا النوع من الأسنان، شو هي الطرق الحديثة لقلع أدراس العقل، ومعلومات كثيرة عن هالموضوع رح يخبرنا عنها الدكتور رامي حسن عز الدين، الحائز على دكتوراه بطب الفم وزراعة الأسنان وتجميل الابتسامة. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا فيك معنا لليوم. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. عم نحكي عن الأسنان المنطمرة، يمكن معظمنا كبالغين مرينا بهالحالة إذا كان عندنا ضرس عقل وبدنا نشيله، ولكن شو يعني أسنان منطمرة بالنسبة للأطفال؟ وإذا تأخرنا بشيلهم شو النتيجة؟ تمام. أول شيء الأسنان المنطمرة هي الأسنان اللي إجا وقت بزوغها أو ظهورها ضمن الحفرة الفموية لكن ما بزغت. طبعاً بدنا نفرق بين الأسنان الزائدة المنطمرة والأسنان الطبيعية المنطمرة. بالشكل الطبيعي بيكون الأسنان كل عمر في له نسبة نمو للفك، وبالتالي بيسمح لبعض الأسنان بأنها تبزغ أو تظهر ضمن الحفرة الفموية. حالياً بسبب طبعاً الحياة الاجتماعية والحياة الثقافية الجديدة وطريقة الأكل صفى والتطور طبعاً البيئي عم بيخلي حجم الفك ما عم بينمى بالمساحة وبالكمية الكافية لبزوغ كل الأسنان، ما عم بيسمح لكل الأسنان تظهر بالوقت المناسب. بعض الأسنان بتبقى مختفية ضمن اللثة وضمن العظم، هذا الشيء اللي عم بيمنع بزوغها أو ظهورها، بنسميها الأسنان المنطمرة. طب دكتور، ممكن كل الأسنان تكون، يعني في عنا كل الأسنان ممكن تكون منطمرة أو لا؟ مثلا في عنا الناب أو ضرس العقل أو مثلا أسنان معينة؟ هلا بالشكل الطبيعي لا، في تناسب، خلينا نقول في أسنان بتنطمر أكثر من أسنان، اللي هي معظمها بتكون الضرس العقل أو الأرحاء الثالثة، الناب العلوي والناب السفلي، وعندنا الضواحك وعندنا حتى القاطع الجانبي اللي هو نحن بنسميه الرباعية. في بعض الأمراض اللي بنسميها تناثرات، هي طبعا أمراض بنسب كتير قليلة بتؤدي لانطمار كل الأسنان، هي حالات كتير بسيطة ونادرة، لكن نحن بالعموم أكثر الأسنان انطمارا هي الأرحاء الثالثة أو ضرس العقل مثل ما بتعرفوا، معظمنا بيعرف القصة، بالإضافة للناب أكثر الأسنان. تمام، معظمنا بيعرف القصة وعنده تجربة مريرة هلا مريرة سابقا، خلينا نحاول نحسن، صارت أحسن لأنه فعلا التكنولوجيا متطورة، صارت الصورة البانورامية تجرى بالعيادة، وصارت القصص الثانية رح نحكي فيها لكشف الأسنان المنطمرة سهلة التداول. طيب دكتور، يعني نحن قد ما ثقفنا حالنا وثقفنا المشاهدين ضروري نروح عند دكتور الأسنان ونجري فحص دوري كل 6 شهور أو كل سنة مينيموم، بيبقى في الثقافة الطبية نوعا ما ضحلة ببلدنا. الأعراض اللي توحي للشخص العادي أنه أنا عندي سن منطمر شو هي إذا ما بده يروح على دكتور؟ تمام، حضرتك بلشت بجملة كتير صحيحة، هي المراجعة الدورية لدكتور الأسنان. نحن عندنا كلياتنا فكرة أنه ضرس العقل بيطلع من 16-17 سنة للعشرين، فأنا لازم روح أفحصه بهذاك الوقت، هذا الحديث غلط. نحن فحص السن المنطمر خاصة ضرس العقل لازم يتم من عمر تقريبا 15-16 سنة. طبعا هلأ بالتقنيات الأشعة الحديثة من CBCT اللي هي كوم بيم CT اللي هي خلينا نسميها الأشعة المقطعية أو ثلاثية الأبعاد، بتبين لنا مكان توضع برعم هذا السن أو السن وبعده منطمر، ونحن الطبيب الأخصائي بيعرف يقرر أنه هذا السن مستقبله في بزوغ أو لا رح يكون هو مشكل. إذا كان هذا السن مستقبله رح يعمل مشكل، فنحن بنقرر قلعه قبل فترة ال 18 وال 20 سنة. منريح المريض، منريح الشخص تماماً من مرحلة عناء ظهور السن وعناء بعدين اقتلاعه. وبالإضافة أنه لسه السن ما تشكل وما طبلوا جذوره، فنحن نبتعد عن عمل جراحي راد أو قاسي، ممكن في أذية للعصب ومتعب للمريض. وبنفس الوقت نحن بدنا ما ننسى أنه هالسن كل ما طول جوات الحفرة الفموية أو منطمر ممكن يأذي السن المجاور لإله، فبالتالي نحن بنعمل عمل استباق. وبالتالي نحن لازم ننتبه أنه ضرس العقل تحديداً لازم متابعته بعمر 15-16. بالنسبة للأسنان العامة الثانية الانتمارات مثل الناب، فهذا كمان بيكون واضح. طبعاً الناب بيظهر خلينا نقول بين عمر من 9-12 سنة. بالشكل الطبيعي لما الطفل تجاوز عمر 12-13 سنة وناباته الدائمة لسه ما نزلت، فلازم طبعاً نراجع الطبيب وطبيب التقويم حصراً، وعلى أساسه بنكتشف هذا السن منطمر أو غائب، وإذا منطمر مكان انتماره بالتعاون مع الأشعة، ومنقرر عاد كيف
تبزيغه بالتعاون بين الجراح وطبيب التقويم. طب دكتور، يعني بالشكل العام ممكن المريض يحس انه هو في عنده سن منطمر اذا ما راح عمل مثلا تشخيص ان كان بصوره او حتى بفحص سريري عند دكتور الاسنان، او هو مثلا اذا عم بيحرك لسانه بقلت ممكن يحس بهذا الموضوع؟ تمام. هلا شوفي، ممكن هو ما يشعر ابدا بسبب اساسا ما يكون عنده اسنان منطمره مثل الارحاء او ضراس العقل، ممكن تكون طالعه بالشكل الطبيعي او بالاساس غائبه او جزء منها غائب، لكن اذا فيها مشكل فهي ممكن تكون مشكله مخفيه، هي بتبين معنا بصوره الاشعه، وممكن تكون مشكله بلشت بالظهور بانه هذا السن بلش يطلع لكن ما لقى القرنه المناسبه، ما كبر المساحه اللي بتسع ظهور هذا السن. هون في عندنا احتمالين، يا حيكون في عنده الم بسبب ظهور السن او الم بسبب شيء نحن بنسميه التواج او التهاب اللثه اللي فوق السن، هي بسبب طبعا هالسن عم بيحاول يطلع فبتفتح اللثه اللي فوقه، بيرجع هو ما لقى قرنه كافيه، عصي بالعظم الخلفي او بالسن فبيرجع بينزل بترجع بتسكر، هالتواتر بين انه يفتح اللثه وتسكر بيؤدي لالتهاب بهيدي القرنه، بتنتبج بصير العض عليها المريض وبنفس الوقت بتلتهب بسبب فضلات الطعام طبعا بتطيح تماما، بصير فيها التهاب بالمنطقه، هذا الشيء بيؤدي طبعا المريض بهي المرحله تماما رح الدكتور، والدكتور هون عاد بيقوم عاد بالفعل الاسعافي من تنظيف هاي القرنه، والمرحله الثانيه طبعا قلع جراحي تمام، بنظفها وبعري التواج وبشيل القصاص تمام احلى، وبهيئه للجراحه بعدين. خبره دكتور، برافو عليك، في عندك تجربه واضحه. عندي تجربه واضحه جدا. طيب دكتور، اذا ما كان في هاي الخبره واذا ما كان في هاي التجربه الواضحه واذا ما كان في رغبه باقتلاع الاسنان خلينا نقول الضامره او حتى المخفيه داخل العظم، شو النتيجة المترتبة لاحقاً؟ في أسنان لبنية بتكون ضامرة ولا طبعاً. بس الدائمة؟ لا، ممكن اللبنية وممكن الدائمة، قلت لك بس هي راجع هذا الموضوع للأمراض السندرومز أو الأمراض الهيكلية الموجودة، بالشكل الطبيعي الأسنان الدائمة هي اللي بتنطمر أكثر من الأسنان اللبنية، نحن خلينا نتفق إنه وجب على كل طفل أو كل مريض بس صار عمره حوالي 13 لل 15 سنة صورة بانوراما ومراجعة الطبيب، أولاً بنكشف وضع الأسنان الدائمة بهيد المرحلة لأنه بيكون بزوغ الأسنان الدائمة معظمها اكتمل عدد درس العقل، بنتبين وضع درس العقل نحن وين رايحين مستقبله، وعلى أساسه بيتم تقييم الحالة. كلياتنا بدنا نقيم درس العقل، يعني بعمر صغير بعمر كبير في حالات لازم نقيم فيها درس العقل حتى نريح الأسنان ما نعمل مشاكل أو ما يصير تراكمات بالأسنان الثانية، وهي هون الحالة الصعبة اللي كنا عم نحكي عنها دكتور. شو هي أحدث التقنيات لحتى نحن نعمل إزالة درس العقل إذا فينا نقول، أو حتى الأسنان المنطمرة بطريقة آمنة ومدوما سبب مشاكل تمام المريض. بس بالأول خليني أوضح أنه نحن مو بالضرورة نقلع درس العقل، درس العقل ربنا سبحانه وحطه بالفم وله وظيفة مثله مثل بقية الأسنان، نحن بنقلعه بالحالة اللي هي خلينا نقول ما بيكون متكيف مع الفك أو ما قدر يطلع أو طلع بزاوية غلط، هذا الشيء اللي بيخلينا نحن نقلع درس العقل، أما وجوده بالفك هو هام وضروري بالوضع الطبيعي. هلأ الطرق الحديثة، نحن أول شيء الطرق التشخيصية الجديدة اللي هي نحن عم نحكي صرنا عن صور أشعة ثلاثية الأبعاد بنتبين من خلالها وضع الضرس وعلاقته مع العصب بشكل كتير منيح، طبعاً هذا الحديث بيسهل على الدكتور طريقة قلع السن، بالإضافة أنه نحن اليوم عم نستخدم أجهزة أقل رد للعظم اللي هي الأمواج فوق الصوتية، بالإضافة للمشهر الإلكتروني حكينا عنه مرة عن تكبير ساحة العمل وبالتالي عمل جراحي أقل رد. تمام. طب دكتور، أحياناً بيكون في السن الدائم بزغ بدايته ولكن قصير، يعني تلتينه لساته بالعظم والتلت لسا تمام. بزغ، في آلية لحنا نحرضه ينمو للخارج أو في تقويم معين عشان ما يصير تراكب بالأسنان؟ تمام. أول شيء لازم نعرف هو ليش وصل لهي المرحلة، كمان نفس القصة، هل هي تضيق بعظم الفك أو مشكل ببزوغ السن وبنمو وتطور هذا السن؟ إذا كان الموضوع تضيق بالفك فهون بيتم التعاون بين الطبيب الجراح وطبيب التقويم بشيء اسمه تبزيغ، تبزيغ يعني إحنا منوضح ومنحرر تاج السن، منشيل العظم واللسة المحيطة فيه، طبعاً هلأ صار في طرق حديثة كمان لإزاحة اللسة خلينا نسميه مشان يعطي شكل تجميلي أكثر، وبالتعاون مع طبيب التقويم بيقوم بجر هذا السن لوضعه بمكانه الصحيح. طب دكتور، هذا الإجراء في حال ما تم بطريقة صحيحة ممكن يكون في عنا مضاعفات خطيرة أو في عنا نصائح مفروض يلتزم فيها المريض بعد إجراء هذا الموضوع؟
تمام. هلا عدم تبزيغ السن بالوقت المناسب والطريقه المناسبه في اكثر من مشكله. اول مشكله خلينا نقول المشكله التجميليه، المشكله الثانيه انه هذا السن المنطمر هو رح يتحرك او ثابت بقرنه معينه، اغلب الظن بتؤدي لتحرك واذى بجذور الاسنان البقايا، فنحن بهيك حاله من الواجب تماما تحديد موضعه وطريقه تبزيغه لانه هذه شغله كثير اساسيه. تمام، ما ضل غير نشكرك كثير للمعلومات اللي شاركتنا فيها. اهلا وسهلا فيك دكتور، يسعد صباحك. يسعد صباحكم جميعا. شكرا لكم، خلي لي اياك.